السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم إن شاء الله النموذج رقم 3 من فرض مادة النشاط العلمي ضمن المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022 مستوى الخامس ابتدائي. إذا من بعد ما درت معكم جوج ديال النماذج ديال النشاط العلمي ودرت معكم اللغة الفرنسية لا كومبريونسيون دو ليكري لا غرامير لا كونجوغيزون لورتوغراف ليكسيك اي لا برودكسيون دو ليكري، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 3 ديال النشاط العلمي، ومن بعد غادي يجيو كذلك الفروض ديال الرياضيات اللغه العربيه الاجتماعيات والتربيه الاسلاميه وجميع المواد ان شاء الله. اذا مرحبا بكم وادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس للناس اللي باقيين ما اشتركوش، وبالنسبه للناس المشتركين اي بارطاجيو القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالهم باش تعمل الافاده ويكونوا اكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله. اذا مرحبا بكم، عندي 4 ديال الانشطه كما العاده، نشاط باللغه الفرنسيه و3 ديال الانشطه باللغه العربيه. غادي نبداو بالنشاط الاول اللي هو اون فرونسي. بور بريباري اون بات دو بان جو ميلونج 400 غرام دو فارين 300 دو 20 g de levure et 10 g de sel. Coche la case de la masse du mélange. مزيان، باش نحضروا واحد لاباط ديال بان، يعني لاباط ديال الخبز، جو ميلونج كنخلط 400 غرام ديال الفارينه، يعني ديال الطحين، 300 غرام ديال الماء ضو، 20 غرام دو ليفور يعني ديال الخميره، و10 غرام ديال الملح، صافي دو سيل. كوش لا كاس دو لا ماس دو ميلونج، غادي ندير علامه على لا ماس يعني الكتله ديال الخليط، كتله الخليط واش هي 900 غرام ولا 530 غرام ولا 730 غرام. دابا باش نعرف الكتله ديال الخليط، انا اولا خصني نعرف واحد الاستنتاج كنا شفناه في الدرس بان الكتله لا تتغير، يعني لا تتغير الكتله الاجماليه لمكونات خليط بعد خلطه. انا عندي مجموعه من المكونات، عارف الكتل ديالهم، الا كنت عارف الكتل ديالهم جمعت داك الكتل، هذيك هي الكتله ديال الميلونج يعني كتله الخليط. اذا انا باش نعرف هنايا الكتله ديال الخليط شنو خصني ندير، خصني نجمع 400 غرام ديال الفرينه زائد 300 غرام ديال الماء، 20 غرام ديال الخميره و10 غرام ديال الملح، صافي. اذا 400 زائد 300 هي 700، 700 زائد 20 هي 720، 720 زائد 10 هي 730، والاجابه الصحيحه هي هذه. دونك الاجابه الصحيحه هي هذه، وبالتالي لا ماس دو ميلونج اي 730 غرام، صافي 730 غرام. ندوزو الان للنشاط رقم 3، انتبهوا دائما معي. النشاط رقم 2 عليه 3 ديال النقط، لتحضير محلول الدواء قامت الممرضه بخلط. اذا باش تحضر واحد المحلول ديال الدواء، واحد الممرضه خلطات 5 غرام من مسحوق الدواء، يعني 5 غرام ديال الدواء، ب 40 غرام من الماء و 40 غرام ديال الماء، يعني حاولت تخلط 5 غرام من المسحوق ديال الدواء. مثلا عندي واحد الاناء هنايا فيه شويه ديال الماء، حطيت فيه شحال 5 غرام ديال الدواء، وهنايا عندي شحال ديال الماء، عندي 40 غرام ديال الماء. مزيان، الخليط الناتج متجانس ام غير متجانس؟ اذا من بعد ما نخلط مزيان، واش غادي نحصل على واحد الخليط متجانس ام لا؟ بطبيعه الحال غادي نحصل على خليط متجانس لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجرده. اذا نكتب هنايا خليط متجانس، الخليط الناتج متجانس، الخليط الناتج متجانس انه لا يمكن التفريق بين مكوناته بالعين المجرده، ما يمكنناش نميزو ما بين المكونات ديالو بالعين المجرده، لذلك كيتسمى خليط متجانس. فهمنا؟ غادي ندوزو الان للسؤال الموالي، انتبهوا معي دائما. اذا احدد كتله محلول الدواء المحضر. اذا دابا غادي نبحث على الكتله ديال هذا المحلول، المحلول اللي عندنا هنايا يعني خليط المائي ومسحوق الدواء هو عباره عن خليط متجانس، الكتله ديالو شحال؟ اذا الكتله ديالو سهله، غادي نجمع 40 غرام زائد 5 غرام، 40 غرام اللي هي كتله الماء زائد 5 غرام اللي هي كتله الدواء، اذا هي 45 غرام، 45 غرام هي كتله الدواء المحضر. يمكن الحصول على الدواء الصلب من جديد وذلك باستعمال تقنيه الفصل المناسبه. كيفاش يمكن لي نحصل على الدواء الصلب؟ دابا هنايا كان عندي دواء صلب وحطيته في الماء وخلطت، يعني اصبح لي ذائب في الماء، ياك يعني اصبح لي خليط متجانس، ما يمكنناش نفرقوا ما بين الدواء والماء. كيفاش يمكن لي من بعد
بعد هذه العملية هذه، يعني من بعد ما نحصل على واحد الخليط متجانس، كيفاش نحصل على ديك الدواء ونحصل على الماء؟ يعني مفرقين، كيفاش نحصل على الدواء بوحده على شكل مسحوق، كيفاش نحصل على الماء يعني سائل وماء صافي. اذا هنا شنو التقنية اللي غادي تمكنني؟ اذا التقنية اللي غادي تمكنني، اول شيء خصنا نحددوا فين هما التقنيات اللي كيمكنوني من فصل مكونات خليط متجانس. اذا عندي تصفيق هي تقنية كتمكننا من فصل مكونات خليط غير متجانس، التصفيق هي واحد التقنية عاوتاني تمكنني من فصل مكونات خليط غير متجانس. بالنسبة للتبخر، تقنية تمكنني من فصل مكونات خليط متجانس. التكاثف كذلك، في هذه الحالة واش غنديروا التبخر ولا غنديروا التكاثف؟ واش غنديروا التبخر ولا غنديروا التكاثف؟ إذا باش نحصلوا على المحلول الصلب، إذا باش نحصلوا على الدواء الصلب، يعني على نحصلوا على مسحوق الدواء، خصنا نديروا التبخر. إذا التبخر هي التقنية اللي غادي تمكنني باش نحصل من الدواء الصلب. علاش؟ مثلا أنا عندي هنا واحد الإناء فيه دواء، فيه دواء يعني خليط الدواء، هنا خليط الدواء، درتو على واحد الموقد، شعلت البوطة مثلا وحطيت داك، شنو وقع؟ داك الماء اش غادي يوقع له؟ غادي يتبخر. واش غيبقى لي في الإناء؟ غيبقى لي مسحوق الدواء، وبالتالي باستعمال طريقة التبخر. إذا يمكن الحصول على الدواء الصلب من جديد، وذلك باستعمال تقنية الفصل التبخر. صافي، ندوزو الآن لنشاط رقم 3، عليه 3 ديال النقط كذلك. أصل بخط البطاقات المناسبة، عندي هنا قابلية الذوبان، عندي هنا سرعة الذوبان، هنا عندي العوامل تحريك الخليط، درجة الحرارة، حجم الحبيبات، طبيعة المذاب. نبداو أولا بقابلية الذوبان، باش نقولوا واحد الجسم قابل للذوبان واش كتعلق بتحريك الخليط ولا بدرجة الحرارة ولا بحجم الحبيبات ولا بطبيعة المذاب. بطبيعة الحال كتحدد طبيعة المذاب. صافي، طبيعة المذاب. إذن باش نقولوا بأنه هذا الجسم قابل للذوبان، خصنا نشوفوا الطبيعة ديالو، يعني طبيعة المذاب. وكذلك كتعلق بحجم الحبيبات، كذلك كتعلق بحجم الحبيبات، لان الا كانت الحجم، لان الا كانت الحجم الحبيبات مثلا افترضوا السكر تكون واحد الطوبه اللي هي كبيره بزاف وعندنا واحد الكميه قليله ديال الماء، اذا هنايا حجم الحبيبات داخل في قابليه الذوبان. بالنسبه لسرعه الذوبان، كيف يمكن تسريع الذوبان؟ تسريع الذوبان يتم بالتحريك، اذا كل ما حركت كل ما الذوبان كيكون بسرعه، ثم كذلك بدرجات او برفع درجات الحراره، يعني بالتسخين، رفع درجه الحراره ومعيار لرفع سرعة الذوبان. وكذلك يمكن إضافة ماذا؟ حجم الحبيبات. علاش؟ لأنه كل ما كان قد الحبيبات صغير، كل ما كانت سرعة الذوبان أكبر. يعني إذا كانت الحجم ديال الحبيبات صغيرة، غيكون الذوبان بسرعة. فهمنا؟ إذا قابلية الذوبان تتعلق بطبيعة المذاب، وكذلك يمكن إضافة حجم الحبيبات. بالنسبة لسرعة الذوبان، عندنا تحريك الخليط، رفع درجة الحرارة، وكذلك حجم الحبيبات. ندوزو للنشاط الاخير وهو النشاط الرابع. اذا انا اجب بصحيح او خطا، عندي هنايا اجابه بصحيح او خطا، اذا كانت العباره صحيحه ساكتبه صحيح، واذا كانت العباره خاطئه ساكتبه خطا. يعبر عن شده وزن الجسم بالنيوتن، اذا وزن الجسم الذي يحسب او يقاس بالدينامومتر الوحده ديالو هي النيوتن. صحيح صحيح، نعم. لا يمكن للماء أن يذيب جميع المواد، إذا الماء ما يمكنش يذوب جميع المواد من طبيعة الحال، الماء ما يمكنش يذوب الحجرة، وبالتالي هنايا صحيح، عبارة صحيحة. وحدة الكتلة هي الجرام، إذا الكتلة الوحدة ديالها هي الجرام طبيعة الحال، لأنه يعني الكتلة تحسب بالميزان، والميزان يعبر عنه بوحدة الجرام أو الكيلوغرام. صحيح. تتغير كتلة جسم سائل بعد تجمده، واحد الجسم سائل مثلا كان عندنا واحد القرعه ديال الماء سائله الى حطيناها في الفريغو ولات لنا متجمده، هنا هذه العباره هذه كتقول لنا بانه الكتله كتغير، الى كان فيها وهي سائله كيلوغرام، يعني من بعد ما تجمد غيولي فيها مثلا كيلوغرام وبضع غرامات. اذا هذه العباره هل هي صحيحه؟ خاطئه، اذا هي خاطئه. صافي، اذا يعبر عن شده وزن الجسم بالنيوتن، نعم. لا يمكن للماء ان يذيب جميع المواد، نعم. وحده الكتله هي الجرام، نعم. تتغير كتلة جسم سائل بعد تجمده، نعم. وبهذا كنكون كملت لافيديو ديال اليوم اللي كان كيخص النموذج رقم 3 من فرض من فروض النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي، المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية، الموسم الدراسي 2021-2022. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.